كل شيء سويناه ويا الفانكشن ممكن نسويه ويا الكونستراكتر تقريبا. يعني شلون؟ يعني بالفانكشن عندنا ديفولت arguments، مثلا نخلي دار اليوزر على خلال سنة، فالسنة الافتراضية حتكون 1990. راح أعدل هذه، مررت باراميتر واحد اشتغل. إذا أسوي هسه run اشتغل تمام، وممكن أمرر باراميتر ثاني اللي هو 1980، أسوي run راح يشتغل. إذا يفضل أنه أني بدل ما أستخدم أكثر من constructor، ممكن أستخدم constructor واحد وأستخدم default value إذا كان موجود. ممكن أخلي مثلا default value إذا مو ضرورية والشي يقبل النل، مثلا أجي أشيل هذا السيتي خل أشيلها كلها، هي والديفولت فاليو مالتها النل، وأخليها هنا بهذا الشكل. طيب مثل ما أنا قدرت أستخدم الكونستراكتر استخدمت بي الديفولت أرجيومنت، فأنا أيضا أقدر أستخدم النيمد باراميتر، وأقدر أيضا أرتب الكونستراكتر بشكل مثل ما تعلمنا نرتب الفانكشن. ممكن نضيف فارز النهاية، ممكن نرتب هذا الشكل كستراكشر الكود، جدا منطقي. صار الآن الكلاس أكثر مقروء بين هذا الكونستراكتر وهذه، كل فيلد داتا تايب والداتا تايب مالتها موجودة عندي بشكل مباشر. طيب الآن أقدر أحدد مثلا الـ year of birth وأخليها مثلا 1995، يوزر نيم او خلينا نكتب يوزر نيم. لاحظ انطاني ايرور هنا، ليش؟ لان اليوزر نيم الوحيد اللي ما بيه ديفولت فاليو. لما انا استخدم ديفولت فاليو ويا الارجيومنتس اللي موجوده عندي هنا بالكونستراكتر، فانا اقدر ما امرر القيمه واستخدم النيمد باراميتر حتى امرر التسلسل اللي يعجبني، او امرر بس القيم اللي انا محتاجها لهذا الاوبجكت. لان مرات اوبجكتات او كلاسات تجيني عندي بها عشرات البروبرتي. طيب ممكن اقول اليوزر نيم يساوي لنا يوسف، ممكن امرر قيمة للسيتي ولنقل بغداد run. طبعا انا دا اطبع فقط first user age. لو اجي اشيل هذه واطبع بهذا الشكل، اطبع اسم او اطبع عفوا الاوبجكت، شوف شنو اللي راح يصير. اللي راح يصير راح يطبع لي ادر يقول لي هذا عبارة عن اوبجكت من يوزر الموجود بالباكج مال المودل، وهذا الريفرنس مالته او الادريس مالته بالميموري. طيب اللي تعلمنا بهذا الدرس ان المعامله اللي عملناها باستخدام الديفولت فاليو، باستخدام النيمد باراميتر ويا الفانكشنز، نقدر نستخدمها ويا الكونستراكتر. شوي شوي لما تتعود على الستراكشر راح يكون شيء جدا بسيط. انا ما اتوقع انك تحفظ جميع هاي الاشياء، الا اتوقع منك انه انت حاليا تسجلها حتى لما تحتاجها بالشغل او لما نشوف كود مكتوب راح تقدر ترجع لها حسب ملاحظاتك. لهنا ينتهي هذا الفيديو، شكرا للمشاهده.